اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره، الفقره الاخيره عندنا في البيت الكبير. استاذنا طبعا من اداره القناه وبشكرهم طبعا ان هم ادونا نص ساعه كده زياده على وقتنا، فلكن خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره الاستاذ احمد عصام، طبعا مسؤول محتوى السوشيال ميديا في قناه الاهلي وطبعا صحفي في اليوم السابع. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ منور الدنيا. كله تمام الحمد لله. مال صوتك؟ امبارح كان الموضوع صعب قوي في ماتش الترجي، يعني الكوره بالذات بتاعه طاهر ضربه الجزاء دي مش عايز اقول لك كلنا عملت ايه. انا ما كنتش عارف الصوت ده طالع منين، والموضوع كان صعب قوي في الملعب، وبس الحمد لله يعني ربنا كرمنا في الاخر. الحمد لله، وفوز اعتقد النادي الاهلي يستحقه. الحمد لله، يعني كانت بدايه الماتش كانت صعبه جدا. مستر بيتسو كنا في المؤتمر الصحفي ليله المباراه كان بيتكلم على ان الموضوع ما خلصش والموضوع صعب، وحسينا قد ايه فعلا هو الراجل مركز وكده. وبالفعل اول مثلا نص ساعه انت مش شايف الكوره، الترجي ماسك الكوره عليك في ملعبك، حتى بقى المدرج بتاع الصحفيين اتحول تلتة شمال بقى، مش عايز اقول لك ان الهتافات عامله ازاي وضغط بقى، بنحاول نضغط على لعيبه الترجي الجمهور. بالظبط. يعني بنحاول يعني نوصل فرقه ان لا جمهوركم وادي صوتي هو رايح، انا بعتذر يعني ان انا طالع كده. لكن الحمد لله الفرقه يعني عملت ماتش كبير جدا وكانوا واقفين على رجليهم. حتى لو يعني لو بنتكلم على اول نص ساعه بتاعه الترجي دي، يعني ما كانش فيه فرص كتير خطيره، هم كانوا ماسكين كوره وبتاع بس مش عارفين يوصلوا. اكرم توفيق عامل ماتش عظيم على حمد الهون يعني، وكانت مباراه كبيره جدا. الحمد لله قدرنا نطلع بفوز. واحنا في الملعب بقى كنا زعلانين بصراحه في اخر الماتش. كانت فرصة ان احنا نعمل سكور على الترجي وكنا مستنيين ده جدا. حتى بيتسو موسيماني في النهاية، بيني وبينك برضو لما تيجي تفكر النادي الترجي فريق كبير، فريق عظيم الحقيقة، ومن اكبر فرق القارة اكيد. بس فرصة بقى، انت عندك الترجي كان انهار تماما. احنا كنا في المؤتمر بنسأل، يعني كان حد من الزملاء سأل مستر بيتسو بيقول له تغييراتك في الشوط الثاني، انت كسبان ومتقدم وبتعمل تغييرات هجومية، هو في ايه؟ قال لا انا ما ينفعش اشوف الفرقة اللي قدامي مش في حالتها وبتتراجع وانا ادافع واديهم الكره تاني. أيوة. احنا كان لازم ندوس ونكمل ونجيب اكتر من هدف، وده يعني اللي عملنا منه نسبه كويسه، يعني جبنا 3 اهداف في الشوط الثاني يعني. طيب انا عندي سؤال مهم جدا قبل ما ابدا معاك الكلام على السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا اصبحت جزء كبير من حياتنا. لكن سؤالي، انت طلعت معايا في لقطه. اللقطه دي كانت بالنسبه لك صعبه يعني؟ انا متبهدل عليها لحد دلوقتي يا كابتن. ليه؟ ناس بتخش بتقول لي ان انا منافق وان انا بمثل وان انا كنت زعلان بجون قفشه. مش عايز اقول لك يعني انا اصلا الموضوع ساعتها كان صعب جدا عليا. انت عارف احنا كنا في اليوم السابع، فحضرتك ضيف وكابتن طارق السيد ضيف معايا، واكيد كان في زملكاويه بيشوفوني، فما كانش ينفع ان انا معايا ضيف زملكاوي واحتفل وانا كنت ماسك نفسي بالعافيه وكنت بص بموت كده من جوايا، احتراما للمكان واحتراما للضيف واحتراما للناس اللي بتشوفني طبعا. فاتفهم غلط بقى، ناس جت بتقول علي ان انا مش اهلاوي وان انا بمثل وان انا زعلان ان الاهلي كسب. بس انت بتمثل يعني ولا ولا ايه؟ لا ازاي، ده انا معايا عندي زيدان وياسين، دول التراس في البيت عندي. لا والله. جمهور الاهلي طبعا. يعني وبعدين بقى النادي الاهلي، يعني بعيدا عن الشغل، انا كنت مسؤول برضو السوشيال ميديا في الموقع الرسمي للنادي فتره وقبل ما اكون موجود هنا في القناه. انا بقى بادئ الموضوع من الثالثه شمال، وبعدين مدرج الصحفيين، وكل حاجه غطيتها ليها علاقه بالنادي الاهلي، وكنت موجود دايما في مدرجات النادي الاهلي سواء بشتغل او كمشجع. بس اللقطه كانت بوظت لي. اللقطه كانت صعبه. صعبه جدا، بس هي انا مطلوب منك الحياديه في الوقت ده اكيد. يعني حضرتك مثلا لو معاك يعني ضيف مثلا من الترجي واحنا كسبانين مثلا، هل هينفع تبقى تضايقه؟ او يعني لازم برضو نحترم الضيوف اللي معانا. فانا كنت بحاول امسك نفسي، وكان الموضوع صعب جدا عليا جدا جدا، والحمد لله يعني ان احنا كسبنا اهم حاجه، بس انا الدنيا باظت معايا خالص. ردود الافعال الناس كانت لحد دلوقتي الناس بتخش دلوقتي. في ناس كتيره بتخش بتقول عليها كلام وحش، وان انت منافق وان انت بتمثل وانت ازاي شغال هنا وطلعوه بره
وانا مش عايز اقول لك يعني انا مموت نفسي على الاهلي ازاي. يعني على الجانب الاخر بقى لازم نشوف احمد عصام بيعمل ايه، بيعمل ايه معانا مع قناه النادي الاهلي الحقيقه في السوشيال ميديا، لانه مسؤول محتوى السوشيال ميديا في قناه النادي الاهلي. تطور واضح يا احمد في مستوى السوشيال ميديا في قناه النادي الاهلي خلال هذه الفتره، دعم كبير من الإدارة اللي موجودة، دعم كبير من شركة استادات، موديانا الحمد لله في حتة، الحمد لله والشكر لله الكل بيلاحظ. وده الرد العملي. أنا دايما لما كنت بلعب كورة يعني، وكانت الناس تقول لك لازم تبطل، لازم تمشي، لازم كذا، لازم ما الناس هي في الآخر، الناس دي هي حياتك، هم اللي بيطلعوك، هم اللي بيخلوك تبقى فلان الفلاني. من حقهم ان هم ينتقدوا، من حقهم ان هم شافوا منظر بالنسبه لهم غريب، فهم من حقهم ان هم ينتقدوا، من حقهم ان هم يعملوا كل حاجه. الرد بيبقى دايما من خلال شغلك، وانت شغلك الحقيقه خلال هذه الفتره كل التيم اللي معاه هيثم وانت ومسؤول اساسا الاعلامي في هذا الامر الاستاذ دندراوي هواري عاملين شغل رائع خلال هذه الفتره. انا عايز اقول لك ان انا نفسي لما شفت اللقطه دي بعد كده قلت ايه ده، وانا ايه اللي بعمله ده. فطبعا الناس ليها كل الحق، ودي يعني من حرصهم وخوفهم على المكان، موضوع ان ما يكونش حد منتمي للنادي شغال. وطبعا انت عارف بيبقى في حاجات حساسه بتبقى بتعدي عليك بحكم شغلك طبعا والكلام ده كله. فلو انت ما كنتش في الاساس بتحب المكان ده وبتحب الكيان ده ولازم تديله 170% من شغلك ومن يومك ومن وقتك، انا اعذرهم جدا. عايز اقول لك بقى حاجه بالنسبه للشغل، احنا كنا هيثم جنيدي يعني عايز اقول لك ان هو مدينا مساحه ابداع غريبه. هيثم رائع الحقيقه، هو كريتيف جدا، هو دايما يعني لو انت عندك فكره قد كده بيخليها لك حاجه كبيره. احنا في البدايه اول ما عملنا التغيير اللي في القناه والتطوير الكبير ده، كنا عايزين قصاده يبقى في دفعه برضو على السوشيال ميديا ونقرب شويه من الناس. انت عارف ان موضوع غياب الجماهير بقى له فتره كبيره النادي بيعاني منه، مش بس اعلاميا، لا ده اللعيبه نفسها بتبقى متضايقه، الجمهور نفسه زعلان ان هو مش موجود مع فرقته. اخر ماتش حتى لو تفتكر قرار غياب الجمهور اللي طلع قبل المباراه بوقت قصير يعني كان صدمه كبيره جدا. الحقيقه كانت صدمه وكل حاجه، ولكن لما تيجي دايما الرهان بتاعك لما يبقى على جمهور النادي الاهلي دايما بتكسب. فجمهور النادي الاهلي كان واعي، جمهور النادي الاهلي كان شايف ان القرار ده لازم يبقى موجود دلوقتي لاسباب صحيه واسباب اخرى، وبالتالي خلاص هو ده اللي حصل. لسه كنت عايز اقول لك احنا دايما انت عارف المكتب بتاعنا في الاستاد، فاحنا موجودين على طول في الاستاد، فدايما اي ماتشات للنادي الاهلي بتلاقي فيه مجموعه كده عايزه تدخل وتحايلوا على الامن، وطب احنا مش هنعمل، طب هنستخبى، طب هنتفرج من السطح. فكانوا يعني دايما بيحصل كده. عايز اقول لك ان ماتش الترجي رغم صعوبته ورغم اهميته ورغم ان كل الناس مستنياه، الناس كانت ملتزمه جدا، ما كانش الموضوع ان الناس بتيجي على البوابات دي وبتحاول تدخل ما كانش موجود تماما. الجمهور الحقيقه يعني تعاون بشكل كبير جدا، واللعيبه بقى ردت الكلام ده في الملعب، واللي شفناه ان هم كانوا قد المسؤوليه فعلا وقدروا يكسبوا الماتش رغم ان هو ده الرهان اللي كنا دايما بنعتمد عليه. هو في حاله وعي الحمد لله يعني، سواء على مستوى اللعيبه، الجهاز الفني، مجلس الاداره، كابتن خطيب يعني كان بقول لك مدرج الصحفيين اتقلب ثالثه شمال. كابتن محمود الخطيب جه في وقت من الاوقات كان بيطالب الناس ان هي تهدى وما ينفعش. طبعا معانا الصوره لو جاهزه سبيل حطها لنا برضه، يعني لان دي صوره مهمه جدا انا كنت هتكلم عليها بس الوقت خدنا في الاول. قد ايه انت تبقى لما يبقى عندك رئيس نادي هو مثل ليك في كل حاجه، مثل لكل جمهور النادي الاهلي، مثل لبلدك، مثل لكل حاجه. الحقيقه كابتن محمود الخطيب عمل لقطه، يعني كويس ان احمد معانا النهارده عشان نتكلم في هذه اللقطه، لانها لقطه هامه جدا توريك اللقطه دي. يعني اللقطه دي من اللقطات اعتقد ان ليها صدى عند جمهور حتى النادي الاهلي دلوقتي على السوشيال ميديا كمان. يعني لا طبعا يعني اسمح لي اقول بيبو زي ما بحب اقول طبعًا يعني، وكل جماهير النادي الاهلي بتحب تقول بيبو. وجوده في الملعب، وجوده مع الفرقه كرئيس بعثه، وجوده في المدرج وانت في ماتش صعب زي ده، حاجه مش عايز اقول لك بتدي دفعه عامله ازاي. يعني حتى واحنا شغالين كان في فتره من الفترات كان كابتن محمود الخطيب اللي هو انا من مثلا كمشجع الاهلي من يوم ما وعيت على الدنيا،
انا عارف ان الخطيب ده حاجه كبيره قوي، اسمع اسم الخطيب ده يعني كنت وانا صغير اما اسمع خطيب المسجد اقعد اقول الكابتن محمود الخطيب. انا في دماغي الخطيب دي يعني هو الراجل ده. في فتره من الفترات كان كابتن محمود الخطيب بيتعرض لحاجات كده ما ينفعش، يعني ده رمز بالنسبه للنادي الاهلي ورمز لينا. فبمناسبه بقى الكلام على الشغل، كان ده تزامنا مع الانطلاقه الجديده للقناه، فاحنا تبنينا كده بينا وبين بعض كتيم سوشيال ميديا بتاع قناه الاهلي ان احنا لا يا جماعه احنا مش هنسكت. الاداره مثلا بتبقى عندها محاذير وعندها حاجات معينه بتحترمها ومبادئ الكيان وحاجات خطوط حمراء بالنسبه لهم. وانتم مشيتوا في نفس الاتجاه بالظبط، احنا بقى كنا يعني عيال صغيره بس بنفس المعايير بتاعتنا ونفس القيم بس بتاعتنا بس طريقه السوشيال ميديا بالظبط، بس عندك المعايير الاساسيه والجمهور بتاعنا يعني مبادئ اخلاق مثل قيم من غير غلط خالص ومن غير اي حاجه، والجمهور كان واعي جدا وعارف مثلا ان اي اسقاط بيحصل ده كان الغرض منه ايه، اي حاجه بتتقال بس في اطار الاحترام وما كناش في تجاوز خالص. لكن كان نوع من انواع الغيره بتاعتنا على المكان والغيره بتاعتنا على النادي بتاعنا والغيره على رمز من رموزنا. يعني كابتن محمود الخطيب ده انا لما بشوفه يعني ما ببقاش عارف هو الغيره. انا من وجهه نظري ان الغيره طبعا على كابتن محمود الخطيب ولكن على اسم النادي الاهلي، ما انا بقول لك ان هو بيمثل النادي الاهلي بالظبط. احنا ما كناش بنسمح بحاجه زي كده، وحتى الجمهور يعني كان في الفتره دي كان بيدعمنا بشكل كبير، والارقام بقى مش عايز اقول لك كانت عامله ازاي وبتزيد بشكل عام ازاي. يعني احنا شايفين الفتره الاخيره دي كل التغطيات اللي بتعملها قناه النادي الاهلي خصوصا الشهر والشهر ونص الاخيره دي رايحه في حته تانية خالص. بالظبط، احنا كنا يعني ايه اللي حصل؟ ايه التطور اللي حصل؟ يعني ما هو اكيد يعني طبعا قبل كده كان كويس وزي الفل وحاجه جميله جدا، ولكن دلوقتي الارقام مختلفه تماما عن اللي فات بالضعف يمكن. عايز اقول لك ان بدايه من الاداره اللي بتعلي لك السقف الابداع، عارف لما تبقى انت في حاجات بتحصل بتبقى محتاجه تعامل سريع وفي نفس الوقت تكون انت فاهم انت بتعمل ايه وانت التوقيت ده ايه اللي ينفع فيه وايه اللي ما ينفعش فيه، فكانت المساحه دي موجوده والسقف بيعلى معانا علشان نتصرف في الحاجات الصغيره دي. في حاجات بقى بتبقى محتاجه خطط وعلى المستوى الطويل والبعيد دي بتتعرض وبتتشاف وتمام، انما الحاجات اللحظيه دي هي دي اللي فرقت معانا. كمان احنا كنا واخدين قرار من اول يوم ان قناه الاهلي دي تبقى هي لسان الجمهور. كل اللي الجمهور عايزه احنا هنعمله. انت محتاج توصل رساله معينه للفريق هنوصلها، محتاج توصل رساله معينه للمنافس هنوصلها، محتاج توصل رساله معينه للاتحاد مثلا اتحاد الكوره للاتحاد الافريقي لاي حد، احنا لسان جمهور النادي الاهلي. وده اللي يعني الكونسبت اللي احنا شغالين عليه عامه وهو ده اللي بيحركنا. فبيتهيألي بقى مع تلميس مع الجمهور مع المساحه اللي مديها لنا الاداره مع النجاحات الكبيره كمان اللي بتحققها فرقه الكوره، عايز اقول لك ان يعني الحمد طبعًا. لله الحمد لله نمسك الخشب يعني الحمد لله الواحد ما بيحبش يتكلم في الموضوع ده لكن الحمد لله فرقه الكوره يعني عايز اقول لك ان احنا بنشوف جيل تاريخي بيتصنع. احنا ما كناش محظوظين في الجيل بتاعكم ان احنا ما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه اعلام قوي بالشكل ده، ما كانش فيه انتشار لينا بالشكل ده. احنا دلوقتي مثلا لما جينا بنعمل البراندنج للاستاد، عايز اقول لك ان التيم بتاعنا هو اللي عامله يعني طبعا كل حاجه يعني بسم الله ما شاء الله حاجه جميله يعني جدا. ما انا بقول لك عشان كده دايما اقول لك ان الشهرين ثلاثه اللي فاتوا دول فيهم طفره غير طبيعيه في السوشيال ميديا في قناه. ما انا بقول لك احنا الحمد لله حظنا طلع حلو مع فرقه الكوره. انت عارف دايما لو انت بتعمل ايه والفرقه ما بتكسبش الناس مش هتقبل منك اي حاجه. لكن اللي كان مساعد الدنيا شويه موضوع فرقه الكوره بتكسب وبتحقق حاجات كبيره وموضوع الجيل التاريخي اللي بيتبني. احنا ما يعني نسينا حاجات كتيره من الجيل بتاعكم، الماتشات الصعبه لما كنت بتطلع بره تلعب. محدش بينسى حاجه. لا بس في تفاصيل صغيره لا مثلا لا لا يعني مش بينسى حاجه من 1907 لو سالت اي حد اهلاوي ايه اللي حصل في سنه 82 لما الكابتن خطيب مش عارف عمل الكره ازاي احنا يعني 82 دي انا كان عندي مثلا كام سنه، كان عندي 6 سنين وحافظ الدنيا كانت ماشيه. يعني اقصد اقول لك في النهايه هي اجيال بتكمل بعض، خلي بالك. بالظبط، ما انا بقول لك بقى ان احنا محظوظين ان احنا في جيل تاريخي جديد بيتبني دلوقتي. جيل تاريخي بيعدي بحاجات صعبه جدا، مثلا ماتش رودز ده انك تبقى في الملعب بتسخن وقنابل غاز بتتضرب ولاعيبه بيجي لها حاله اعياء وكابتن محمود الخطيب بينزل بيجتمع بالفرقه ايه يا جماعه هتلعبوا مش هتلعبوا وبياخد قرار. عايز اقول لك ان اللعيبه قالوا له اكيد عارف طبعا حضرتك ان قالوا له هنلعب وهنكسب
ان شاء الله. وبالفعل احنا الحمد لله يعني ماتش رادس احنا اتفرجنا على الفرقه اداء مرعب. انت ماسك كوره على الترجي في ملعبها ووسط جمهورها، انت اكتر استحواذ، انت اكتر فرص على المرمى، انت مضيع اجوال، انت الفار بيلغي لك جول، انت عامل كل حاجه. ده يعني احنا محظوظين ان احنا بنشوف الكلام ده بيحصل دلوقتي، وان احنا بنوثق بقى الحاجات دي بالشغل اللي بنعمله الحمد لله. ايه الفرق ما بين السوشيال ميديا واي حاجه تانية؟ ليه دايما الناس بتبقى رايحه للسوشيال ميديا؟ ليه الناس كلها دلوقتي بتبص على السوشيال ميديا؟ ليه السوشيال ميديا بيبقى ليها جزء كبير جدا من نجاح اي حاجه؟ ما لسه بقول لك ان حته التوثيق دي او المتابعه، يعني انا مثلا دلوقتي بحب كابتن اسلام ومتابع النادي بس ساعات ظروفي. متاكد ان انت بتحبني؟ طبعا ده انت حبيبي. متاكد انت حتى بعد اللقطه اللي هتشوفها دي؟ يعني طب ورينا اللقطه كده يا سمير. يلا برضه انت جدا. جول 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 قوي جدا. تسديده صاروخيه يا حبيبي. انا ماليش دعوه، انا اللي بقطع، انا بقطع الفيديو ده. ده فعل طبيعي جدا وحصل كده يعني. والله انا للاسف والله اعرف ان انتوا كنتوا بتصوروا اساسا. هو الحمد لله اهم حاجه ان احنا كسبنا البطوله. ورد فعلي انا بعتذر يعني ان انا كنت ظاهر ان انا مش بحتفل، لكن انا كنت بتقطع من جوايا. يا جماعه لو تشوفوا احمد وهو يعني بتتصادف ان هو بيبقى قاعد معانا كتير يعني في الفتره اللي فاتت، اجتماعات وحاجات كده. فدايما لما تيجي سيره الاهلي او فريق الاهلي او جمهور الاهلي بتلاقيه مختلف خالص عن اللي انتم شايفينه ده بجد. يعني بتلاقوا حد كده يعني انا بقعد اتفرج يا احمد في ايه يعني، بسم الله ما شاء الله يعني. وانا زي ما بقول لك انا يعني بتشرف ان انا موجود في المكان ده، وبتشرف ان انا اكون همزه وصل حتى لو بمجرد كلمه. هقول لك يا كابتن الناس عايزه كذا يعني. صح. حتى لو مش على المستوى الاداره، ووجود حضرتك برضو فرق كتير ان الناس عارفه ان انت واحد منهم. الناس عارفه ان كابتن اسلام الشاطر ده اهلاوي زينا واكتر من اي حد فينا. مش موضوع بس ان هو كان لعيب كبير موجود في جيل تاريخي، لا ده هو الراجل كمان عارف مصلحه الكيان وبيحب النادي وبيغير عليه زي كابتن سيد عبد الحفيظ مثلا. يعني انتوا الاثنين كده ليكوا كاريزما. لا كابتن سيد في حته ثانيه بصراحه. لا سيد ليفل مختلف كده. سيد كده ده حد يعني، حتى الكلمه اللي قالها بقول لك كان قاعد مكانك برضه، لسه قايل احمد صديق الكلام ده. كان قاعد مكانك وقال الكلمه، قال لي انا عندي حاجه عايز اخدها، يعني عندنا حاجه عايزين ناخدها من الترجي. الكلمه دي فضلت متداوله لغايه امبارح في يعني وانا بصور في اسكندريه في القهوه اللي احنا كنا بنصور فيها. والناس الحبايبنا اخواتنا اللي بيشجعوا النادي الاهلي، حد من اللي موجودين قال لي كابتن سيد عبد الحفيظ وهو قاعد معاك قال احنا عندنا حاجه عايزين ناخدها وخدناها الحمد لله. ما احنا فكرنا الناس بيها امبارح ونزلت على حساباتكم في النادي الاهلي وعامله ارقام كبيره الناس يعني. كله بقى بيشيرها ومبسوطين منها جدا. كابتن سيد طبعا يعني ما شاء الله عليه، يعني مرجعيه لوائح تلاقي، تحكيم تلاقي، ارقام، شغل اداري تلاقي، يعني عارف كل حاجه ما شاء الله. مش عارف دماغه دي شغاله ازاي. هتعملوا ايه بقى الفتره اللي جايه يا احمد؟ الناس بتنتظر تطور كبير في حتى مع بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله امسك الخشب. يعني مع التطور الواضح والكبير خلال الشهرين اللي فاتوا تحديدا، الناس بتنتظر دايما الاكتر. وصلت المليون، لا عايزين 2 مليون. وصلت ال 2 مليون، لا عايزين 4 مليون. الناس يعني زعلانه وبتخش تعاتبنا ان ازاي قناه الاهلي عليها 2 مليون بس، يعني هم محتاجين اكتر. هم لا احنا عندنا 6 وشويه. لكن انا بتكلم على الفيوز. الناس دايما عايزانا نبقى احسن، عايزانا نقدم حاجه مختلفه. وده اللي خلانا فكرنا في فكره الاهلي اونلاين تي في دي. طلعناها مع تزامنا مع تطور القناه والاستوديوهات والحاجات الكبيره الجميله اللي بنشوفها هنا. احنا قلنا هنعمل المشروع ده على 3 مراحل. اول مرحله هي مرحله البث التجريبي، ودي طلعنا برنامج يلا يا اهلي، ده بيطلع يوم الماتش الصبح. وطلعنا بالنشره الانجليش بتقدمها زميلتنا يمنى عطوه، دي 24 سنه بس عفريته يعني موهوبه جدا. وطلعنا برنامج الفار مع احمد نادر، ومعانا درع الاهلي احمد ايشو. ده ايشو جميل، ايشو جميل على بص على، وعنده بقى مذاكر بطريقه غريبه يعني. دي كنا مخلينها دي المرحله الاولى. دي كنا بنعمل تيست لينا كتيم. معلش في النقطه دي تحديدا، هل يمكن الاستعانه باخواتنا اللي موجودين على السوشيال ميديا؟ عندنا النادي الاهلي قوي جدا على او
محبين النادي الاهلي اقوياء جدا على السوشيال ميديا، ممكن نستعين بحد خلال الفتره اللي جايه برضه؟ ما انا لسه كنت جاي لك بقى في باقي المراحل. قلت لك المرحله الاولى دي كانت المرحله الاولى بتاعت مشروع الاهلي اونلاين تي في، اللي نشر الانجليش والفرنش كمان طلعناها عشان نخاطب كل افريقيا، والفار ويلا يا اهلي ودرع الاهلي. المرحله الثانيه بقى من الاهلي اونلاين تي في، احنا في يعني خريطه برامج كامله هنعرضها ان شاء الله على مجلس الاداره قريب، وهنشوف اللي يتناسب وان شاء الله في اه كابتن اتفضل. لا ان شاء الله هدفي، لان فيها حاجات مختلفه، حاجات الجمهور طالبها. والمرحله الثالثه بقى هيبقى فيها حاجات مخصصه للناس المحبين النادي الاهلي بقى، يعني المرحله الثانيه هيبقى فيها محبين النادي الاهلي على السوشيال ميديا ونجومنا بقى الانفلونسرز الاهلاويه اللي دي موجودين. امتى المرحله دي ممكن نشوفها؟ هي خلاص يعني الورق بتاعها جاهز وكل حاجه جاهزه، احنا مستنيين بس الموافقه وان شاء الله هنلانش على طول. والمرحله الثالثه بقى بقول لحضرتك هتكون بقى للناس المحبين النادي الاهلي رجال الاعمال والمشروعات الاهلاويه، دي هتكون مخصصه ليهم، بس خليها بقى مفاجاه، ما نحرقش كل حاجه دلوقتي. خليها مفاجاه. وانا سعيد بيك الحقيقه يا احمد، وسعيد بشغلكم، وسعيد بهيثم جدا طبعا قامه اعلاميه كبيره، الاستاذ دندراوي هواري متواجد معانا كمستشار اعلامي الحقيقه برضو عامل شغل رائع جدا خلال هذه الفترة. التعاون الواضح ما بين الكل، ما بين مع السوشيال ميديا، ما بين قناة النادي، ما بين الشركة الأم استادات، ما بين شركة لايف، الحقيقة الشغل كله واضح للجميع. عشان كده أنا أصريت أن أنت تكون معانا النهاردة علشان تحكي لنا النجاحات اللي حصلت. ولكن إحنا لغاية هنا كالعادة دايما النادي الأهلي كده بناخد وقتنا، بنفرح بنتبسط وكل حاجه، ولكن اللي جاي اصعب بكتير. طبعا طبعا احنا موضوع ماتش ان شاء الله كايزر تشيفز اللي هيكون في المغرب ده محضر له بقى تغطيه خاصه جدا، وان شاء الله نكون متواجدين مع الفرقه في المغرب. واحنا يعني دايما النادي الاهلي علمنا ان احنا ما نحتفلش غير والكاس في ايدينا. اي نتيجه تانيه غير البطولة ده بيعتبر فشل بالنسبة لنا. سواء طلعت مركز تاني، سواء طلعت من نص نهائي، احنا ما بنقبلش بالكلام ده خالص يا كابتن، انت عارف. احمد انا بشكرك جدا، ومزيد من التطور خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله، وان شاء الله تعمل حاجة كويسة جدا مع مجموعة العمل الرائعة جدا الحقيقة اللي متواجدة في قناة الاهلي وفي السوشيال ميديا. انا بشكرك جدا يا ابو حميد، ربنا يكرمك ويوفقك الفترة. انا بلسان الفريق كله بشكرك كابتن اسلام انك موجود هنا في المكان ده، وان شاء الله يعني نبقى رافعين راسك وراس النادي الاهلي دايما ان شاء الله. دايما رافعين راس النادي الاهلي، وكل حاجة بنعملها احنا بنعملها عشان خاطر النادي الاهلي ان شاء الله وجمهوره. طبعا طبعا انا بشكرك يا ابو حميد على وجودك معانا. عفوا كابتن، شكرا جزيلا لزميلنا احمد عصام، طبعا مسؤول المحتوى السوشيال ميديا في قناة الأهلي، والصحفي طبعا في اليوم السابع. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكرة عندي مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا، عندي النجم الكبير كابتن محمود حسن تريزيجيه. تريزيجيه هيكون معايا على الهواء مباشرة في تمام الساعة 11، هطلع مع حضراتكم 10 دقايق بسرعة جدا جدا، وبعد كده استقبل تريزيجيه. تريزيجيه هيتكلم في أمور كثيرة جدا، وهيتكلم في حاجات كثيرة جدا، وعندي مفاجأة برضو هقولها لحضراتكم بكرة. تريزيجيه مرتبطة بتريزيجيه ووجوده هنا في قناة النادي الأهلي، ولكن هخليها لبكرة أقولها لحضراتكم على الهواء مباشرة. والسوشيال ميديا عاملة لنا شغل قوي جدا جدا ابتداء من بكرة على حلقة تريزيجيه. السوشيال ميديا لما بتتحرك بتتحرك مش على حلقة تريزيجيه بس، ولكن بتتحرك على كل البرامج اللي موجودة من 10 الصبح كريم ونهواند، والساعة 5 محمد سعيد وأمير هشام، والساعة 6 أحمد سمير، والأشبال والأبطال أسامة حسني وهيثم السعيد والمهندس عدل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي والمحترف الحقيقة اللي عامل شغل رائع جدا 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 خلال هذه الفترة كابتن هاني رمزي، متألق بشكل كبير جدا جدا في برنامج المحترف. أنا بنصح اللي ما شافش هذا البرنامج يتفرج على تحليلات أوروبية لكأس الأمم الأوروبية من خلال كابتن هاني رمزي وضيوفه الكبار اللي بيبقوا دايما متواجدين معاه، وتحليلاته الشخصية هو. فعندنا برامج كتيرة جدا وعندنا حاجات كتيرة جدا خلال الفترة اللي جاية بسم الله ما شاء الله. كابتن مصطفى عبده وبرنامجه المجري الحقيقة، وعامل ردود أفعال كبيرة جدا على مستوى الإعلام الرياضي، فعندكم شغل كتير جدا الفترة اللي جاية. نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. ربنا يخليك كابتن، وإن شاء الله دايما بطولات وإنجازات ونجاح هنا في قناة الأهلي. يا رب إن شاء الله. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، انتظرونا بكرة وحلقة المفاجأة تريزيجيه في حلقة خاصة في البيت الكبير.